قفزت منذ بداية أول انتخابات وطنية للفصل التشريعي الأول العديد من الأرقام، لا سيما في الانتخابات الوطنية لهذا العام، حيث ازدادت أعداد الكتل الانتخابية وأعداد المترشحين على الصعيدين النيابي والخدمي في مختلف محافظات المملكة، فضلا عن إضافة مراكز للاقتراع من قبل اللجنة التنفيذية لانتخابات 2018 لتسهيل عملية الانتخاب لجميع الناخبين في المملكة. مع اقتراب الموعد المرتقب للعرس الديمقراطي الذي تعيشه المملكة للمرة الخامسة على التوالي، تزداد حماسة الشارع البحريني للمشاركة السياسية واختيار ممثل الشعب في المجلس النيابي والمجالس البلدية، والتي شهدت إقبالا غير مسبوق في أعداد المترشحين في جميع محافظات المملكة. واستجابة للمشاركة الشعبية الواسعة، أعلنت اللجنة التنفيذية لانتخابات 2018 عن زيادة أعداد مراكز الاقتراع العامة والتي تنتشر في مختلف أرجاء المملكة، وتحديدا في المناطق الحيوية والعامة كالمجمعات التجارية والمطار والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية. مراكز الاقتراع العامة التي سيبلغ عددها في هذه الانتخابات 14 مركز اقتراع عام جاءت لتسهيل عملية الانتخاب على المواطنين، وذلك لأنها تعمل على تخفيف الضغط على المراكز الفرعية التي قد تشهد ازدحامات متفاوتة في بعض المناطق، كما تعمل مراكز الاقتراع العامة على تخفيف الازدحامات المرورية بالقرب من مراكز الاقتراع، حيث تتواجد في مواقع متفرقة بالقرب من شوارع المملكة الرئيسية، وهو ما يسمح للمواطنين على اختلاف دوائرهم الانتخابية من الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات. مراكز الاقتراع العامة باتت تعد نقطة جذب انتخابية هامة تشهد إقبالا كبيرا من قبل الناخبين، وذلك لما تلقاه من اهتمام من قبل اللجنة التنفيذية للانتخابات بهدف توفير كافة سبل الراحة والتسهيل على المواطنين لممارسة حقهم الديمقراطي وضمان سير العملية الانتخابية بكل نجاح.